واحد من أكثر الأعمال التي كنت أترقبها من وقت طويل هو الفيلم الخاص بجوجيتسو كايسن. الموسم الأول أعجبني كثيرا، أعتبره منافس قوي على أفضل شونين حديث، وقد كانت لي مراجعة مفصلة عنه هنا في القناة يمكنكم الاطلاع عليها. دخلت الفيلم ولدي توقعات عالية أن أحصل على جرعة أكشن ممتازة أكثر بكثير مما عرض في الأنمي الأصلي، مع جودة إنتاجية جيدة، قصة وشخصيات محترمة تستحق مشاهدتي أو على الأقل مقبولة. بصراحة تامة لقد وجدت كافة ما كنت أسأل عنه، كافة ما كنت أرغب فيه، مع بعض المشاكل الصغيرة هنا وهناك، لكنها تجربة منعشة على كل حال. نعم، فيلم جوجيتسو كايسن يستحق المتابعة، لكن بنفس الوقت آمل أن تخفضوا توقعاتكم نوعا ما، لأن الكثيرين قبل صدور الفيلم نفخوا فيه كثيرا. أكثر شيء لدي معه إشكالات هو قصة الفيلم، فالشيء الذي توقعته بعيد تماما عن ما عرض لنا، إذ أنني رغبت أن نرى مادي جوجو وغيتو بشكل مفصل، لكن كافة ما حصلنا عليه هو نفحات هنا وهناك. غيتو من الواضح أنه الشرير الأساسي للسلسلة، وغوجو هو أقوى شخصية، هذه معلومات نعرفها مسبقا. كان من المفترض أن يتم التعمق أكثر في علاقتهما من أيام الثانوية، لكن العكس تماما ما حصل، إذ أن أحداث الفيلم تقع قبل سنة أو أكثر بقليل من أحداث الأنيمي. أعتقد أن الفيلم كان فرصة كبيرة لإعطاء عمق لشخصيات مثل غوجو، ساتورو، مثل غيتو، لكن فشل في ذلك نسبيا بسبب التوجه الأساسي للقصة. بين قوسين، لقد قرأت المانجا، أعرف متى سيظهر مادي غوجو وأيضا مادي غيتو، لكن كان يفضل أن يظهر في المجلد صفر والفيلم. أعتقد أن هذا كان سيعطيه قيمة إضافية أكثر حسب الترتيب الزمني للأحداث وحسب توزيعها أيضا. مع وجود نقطة أساسية يجب الإشارة لها، وأن الفيلم الذي يعتبر مقتبس من مجلد مانجا صدر قبل القصة الأساسية لها، ناجح كليا في جذب أي متابع لكي يعرف أكثر عن هذه القصة. فعالم الجوجيتسو، قدرات الشخصيات، طريقة قتالها، كلها مثيرة للاهتمام. بسبب نجاح المجلد صفر، تم جعل مانجا جوجيتسو تتسلسل بشكل أسبوعي، نظرا لأنها قد شدت الجمهور الياباني، جعلتهم يرغبون في معرفة المزيد حول هذا العالم. لهذا يجب دائما أن نحكم على هذه القصة والأحداث من هذا المنظور، عدم نسيان أن ما عرض أمامنا هي المقدمة الفعلية لجوجيتسو، هو البروتوتايب الخاص بالقصة، وقد كانت جيدة نسبيا صراحة. إذ أنها تتحدث عن شخصية يوتا الذي يمتلك القدرة على التحكم في أحد لعنات الفئة الخاصة والتي كانت صديقة طفولته، اندماجه مع عالم الشامان، دخوله مدرسة الجوجيتسو، تشكيله لصداقات مع شخصيات قد ظهرت في أول موسم، عن رغبته في أن يصبح شخص أفضل، أن يحسن كذلك من ذاته ويجد المعنى من وجوده، عن رغبة غيتو في الحصول على قوة هذه اللعنة الذي يمتلكها يوتا، قيامه بافتعال عدة مشاكل بغية ذلك. القصة بسيطة جدا تدمجك مع الأحداث، لكنها بصراحة ليست أقوى شيء في الوجود، ويمكنني القول أنها مجرد تقديم فقط لبعض الشخصيات، لدرجة أن يمكنك الاستغناء تماما عن مشاهدة الفيلم دون أن تتأثر التجربة العامة لقصة جوجيتسو كايسن. فقصة بطلنا يوتا مع شخصية ريكا كانت عبارة عن قصة كليشيه محلوبة شاهدناها مليون مرة، كل التفاعلات بينهما متوقعة تماما. فالسيناريو المستخدم بين الشخصيتين لا يمكنني سوى أن أصفه بالاعتياد الغير مميز. كان يمكن تقديم هذه القصة العلاقة بشكل أفضل بصراحة. الفيلم أيضا احتوى على عدد كبير من الفلاش باكات، النقلات بينها وبين الأحداث الأساسية التي كانت نوعا ما مزعجة، وقد وجدت أن الفلاش باكات عرضت في أوقات غير مناسبة. ويمكنني القول بكل ثقة في النفس أن لا يوجد أي داعي أساسا لأن يكون العمل كفيلم، بل كان من المفترض عرضه على شكل 4 حلقات. فالمجلد الذي اقتبس منه عبارة عن 4 فصول فقط، كل فصل يركز على شخصية معينة. طريقة السرد ستجدون أنها نفس طريقة سرد الأنيمي. لم أشعر بتاتا أني أشاهد فيلم منفصل بقدر ما شعرت أني أشاهد آرك لماضي بعض الشخصيات. طريقة العرض هذه لم تزعجني نظرا لأني تابعته من الحاسوب، لكن لا أعتقد بتاتا أنها كانت مناسبة لأي شخص شاهده في السينما. لا تفهموني غلط، الأحداث نفسها والفيلم ككل ليست سيئة بل جيدة، لكن كان يمكن أن تعرض وتقدم بشكل أفضل بكثير. مع كل هذا، ففيلمنا يتألق بشكل كبير للغاية في آخر 30 دقيقة، حيث أنه يقدم دفعة أكشن حماسية ممتازة.
ولكي أكون صريح، ففيلم كهذا ليس مطالب أن يقدم لك قصة عظيمة وشخصيات مخملية بقدر ما هو مطلوب منه أن يقدم لك الأكشن والحماس، وهو الشيء الذي نجح فيه تماما بل بدرجة الامتياز، ما يجعلني أتغاضى كليا عن كافة المشاكل التي ذكرتها. فالقصة ورغم كل شيء نجحت في التمهيد للقتالات الحماسية، ولم أشعر قط أنها قصة موجودة فقط لأجل أن تعطينا سبب للقتالات مثل معظم أفلام أنيميات الشونين الأخرى. فقد أعجبتني كثيرا شخصية يوتا، علاقته مع أصدقائه وتطوره عبر الأحداث من شخص ضعيف عاجز يتسبب في موت من حوله لشخص يرغب في أن ينقذ الآخرين، من شخص جبان متردد لشخص واثق من نفسه. أرى فيها تشابهات كبيرة مع بطل قصة الأنيمي يوجي إيتادوري، إلا أن يوجي يمتلك شخصية أقوى وأفضل، لكني أتوقع ليوتا تطور ممتاز جدا كنفس تطور إيتادوري مما ظهر لنا على الأقل من أحداث. الشيء الذي أعجبني كثيرا هو الأداء الصوتي للشخصية، إذ أنهم اختاروا أفضل مؤدية أصوات لدي ميغومي أوغاتا التي قدمت لنا شخصيات عظيمة جدا مثل كاموغاوا سينباي من ميداكا بوكس وشينجي من إيفانجيليون، فقد أتقنت بشكل كبير إظهار جوانب الضعف في شخصية يوتا، كما أتقنت أيضا توصيل مشاعره، تغيره من ذلك المتردد الواهن للشخص القوي. مع العلم أن تطور قوته أيضا كان مقبول بشكل كبير، لا تشعر بتاتا أن هذه الشخصية انتقلت من الزيرو للهيرو بطريقة ركيكة. فكرة أن شخص يمكنه التحكم بلعنة من الدرجة الخاصة أخذهم الوقت أيضا في التدريبات لمدة شهور عديدة يجعلك تدرك فعلا كم أن شخص موهوب للغاية. حتى في نهاية الفيلم في قتاله ضد جيتو لن تشعر بتاتا أن الكاتب أراد أن يجعل الشخصية قوية فقط هكذا لأنه بطل الأحداث، شيء أعجبني كثيرا. وبالنسبة لنقطة البيع الخاصة بالفيلم أفضل ما فيه، فقد كانت الأكشن والقتالات كما وضحت عدة مرات كانت ممتازة ممتعة بشكل كبير، التحريك فيها خصوصا لا يعلى عليه، وزوايا الكاميرا المستخدمة لن تجدها سوى في أعمال قليلة بساحة الأنيمي. لكن عموما هل كان الإنتاج أفضل بكثير من الأنيمي؟ لا، لم أشعر بتاتا أن هناك هو إنتاجية كبيرة. من الأمور التي ساعدت الفيلم أن عدد القتالات فيه كان كثير جدا، القتالات بنفسها قصيرة تنتهي بسرعة، لكن بنفس الوقت تأخذ أفضل ما يمكن أن يقدمه لك كل قتال، سواء من ناحية تنوع التقنيات المستخدمة أو حتى من ناحية التحريك، من ناحية ساكوغا، من ناحية القيمة الإنتاجية. لقد شعرت أن القتال الأخير مع جيتو كان يمكن أن يقدم بشكل أفضل، أن يعطوه هيبة أكثر، رغم ذلك فقد كان قتال محترم جدا، ظهرت الهيمنة الساحقة لشخصية يوتا عليه في نهاية القتال، لكن فعلا يستحق المشاهدة مرات ومرات. لهذا فكل ما يمكنني قوله أنه كأحداث في فيلم جوجيتسو كايسن زيرو ليس أفضل ما ستراه، ليس أفضل شيء يمكن أن أضرب به المثل في قصة جوجيتسو بشكل عام، لكن كفيلم كبداية لأحداث العمل أجد أنه عظيم، خصوصا النواحي الإنتاجية كما سبق ووضحت. لقد كانت لدينا محاولة لإخبار قصة درامية نجحت نسبيا في جعلي أتعاطف مع الشخصيات، أتعلق بهم، أرغب في أن أرى المزيد منهم، نجحت بشكل أكبر في أن تقدم لي قتالات أكشن حماسي خصوصا في آخر نصف ساعة. لهذا نعم أنصح بالفيلم بقوة، وأجد أنه كان يستحق هذا الانتظار. مشكلتي الكبيرة معه فقط أن الناس نفخته، أن الناس جعلتنا ندخل بتوقعات أكبر مما هو عليه الفيلم. أحيانا الهايب حول قصة ما يمكن أن يدمرها، لذلك خفضوا توقعاتكم قليلا خصوصا من الناحية القصصية للفيلم، وأنا متأكد تماما أنكم سوف تستمتعون به. أما إذا شاهدتموه فما هو رأيكم فيه يا ترى؟ ما هو رأيكم فيما قدمه استوديو مابا؟